المشكل الاول عندنا هو واحد المدخل عندنا ديال الاقامه، ان تعرضنا فيه لمجموعه من المشاكل، من بينها هو ان واحد المستثمر، واحد المنعش عقاري اللي هو ليبي، جا ودار واحد البنايه تمايا ودار فيها واحد المحلات تجاريه اللي الابواب ديالها كيشوفوا في الباب ديال الاقامه ديالنا، وعرضها للبيع. من بين الناس اللي جاوا يشريوها هما الناس كانوا اقترحوها باش يديروها محلات ديال المقاهي. فهل يعقل ان اقامه اللي ياكلوا سيريو كيسكنوا فيها الشرطه يديروا فيها مقاهي داخلين ليها، مقاهي داخلين للداخل كيف ما شفتوا انتم في التصاور القبيله؟ والمشكل الثاني هو ان عندنا انعدام الحراسه، انعدام الامن. عاوتاني نزيد نطرح لك واحد السؤال اخر، هل يعقل ان اقامه ديال رجال الامن فيها انعدام الامن؟ لا يمكن، يعني هذه مفارقه ما يمكنش تكون. المشكل الثالث هو ان عندنا البنيه التحتيه، انا ما عندنا حتى شي حاجه كتشير على هذه الاقامه، هذه متابعه من طرف شركه ديال النظافه اللي الناس كيخلصوها هنا، واللي مؤسس محمد السادس كتدفع فيها اموال لاصحاب الشركه اللي كتقوم بالاعمال هنايا. هادو من بين المشاكل، هادو ثلاث المشاكل اللي الناس كيعانيوا منهم. مشكل اخر هو تفشي ديال الاجرام داخل الاقامه، ولا كنتعرضوا لسرقات، ولاو ديور عندنا السفليين انهم ولاو مساكن مرغمين باش يديروا، باش ما عرفش كيفاش غادي يديروا مساكن باش يحميوا نفوسهم، ما بقاوش عارفين كيفاش يديروا، ولاو كيدخلوا لينا من الديور. مؤخرا دابا تشفروا عندنا ثلاثه ديال الديور، ثلاثه دخلوا لي من المجرمين، دخلوا لي من بعض السراق، دخلوا نقزوا السياج ودخلوا للديور وسرقوا داكشي اللي تسرق. بينهم واحد الدار هنايا عاوتاني في البرومي ايطاج، حتى هي مولاتها تشفر ولا اله الا الله محمد رسول الله، زعما كاين معاناه كبيره. بغض النظر على المعاناه ديال الاطفال انهم ما عندهمش المرافق فين يلعبوا، رغم ان كاين عندنا مرافق جميله، ولكن المشكل هو انها اندثرات وتعرضت للتاكل، انها تاكلت كيف ما كتشوفوا الارضيه، كيف ما كتشوفوا انتم، يعني انها تاكلت بزاف وما كاين لا اصلاح لا ترميم لا والو. يعني هنا ولينا كنعيشوا بحال كنعيشوا في دور ديال الصفيح، يعني في بناء ربما بنية تحتية عشوائية، ما عندناش بصفة نهائية البنية التحتية. عندنا الإجرام كثر عندنا هنايا في هاد الإقامات، والإجرام بمعنى الكلمة، السرقة، تيدخلوا على الناس هنا بالسيوفة، البنات إلا خرجوا الصباح ولا الناس اللي خدموا شنو تيتعرضوا لهاد الشيوخ. حنا تنقولوا راه حنا في ديورة الأمن، عندنا البيبان وهنا كثار ما فيهمش الأمن، ولينا تنخافوا على ولادنا وعلى روسنا. نحن تنطالبوا غير بالاصلاح وتنطالبوا غير بالناس باش تقاد شي شويه، فهمتيني، باش غير تقاد لينا شي شويه وما نبقاوش متخوفين بكثره بزاف د الحوايج. باغين ترافيه لولادنا فين يلعبوا، بلايص فين يديروا الرياضه، ما يبقاوش متعرضين لشي حاجه اللي هي خايبه، كتعرف دابا راه الوقت ولات خايبه من اي حاجه. اش غادي نقول لك، الاناره عندنا ديما طافيه، ما فهمتش علاش. ها انت كتشوف الاراضي، الشجر ما كاينش مقود، ما هادشي اللي غادي نقول لك. حنا هادشي والاجرام، والاجرام خايفين من الاجرام بزاف، ولينا تنخافوا، تنطالبوا بالامن بزاف باش يكون عندنا في هاد الحي ديالنا. فكاينين بزاف المشاكل اللي كنعانيوها في الدرب ديالنا. فاول حاجه هو الامن، خاص ضروري واحد الامن، حيت كاين ما بقيناش مامنين كيف ما كانت شحال هذا، ولا اللي ما الناس خارجين على الاقامه، ولا شي داخل شي خارج، ما بقيناش كنعرفوا ولاد الدرب من البران. هذه من العوامل اللي هذه من الاسباب اللي خلاتنا ولينا كنشوفوا الدرب ماشي هو هذاك. ما عندناش الدراري الشباب، ما عندهمش مرافق فين يريحوا، فين ملاعب تيرانات. نهضر معكم على اقامه ديال البوليس. بغيت نقول لورغانيزاسيون كلها مزيانه، حيت جيت ضيفه ما كنسكنش هنا عند خالتي، لورغانيزاسيون كلها مزيانه و لي فوازون كلهم مزيانين، ولكن لاحظت واحد الحاجه سيكو هي ديال البوليس ولكن ما كاينه حتى كاميرا باش تاكد على لا سيكوريتي ديال لو فوازيناج وديال لي زابيتون اللي كاينين هنا. وبغيت نعرف واش يمكن لا سيكوريتي تاكد بدي كاميرا هنا ا دروات ا غوش باش نتاكدوا على سيكوريتي نو زونفون نو فريغ وعائلتنا.